مشاهدينا، لأكثر تفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف صالح جغلول، نائب برلماني ورئيس لجنة التربية بالبرلمان سابقا. أهلا بك سيدي. السلام عليكم. سيد صالح، إذا اليوم التحق أزيد من 11 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة في الأدوار التعليمية الثلاث، وحددت الوزارة موضوع تعزيز التلحم الوطني كدرس افتتاحي لتلاميذ الطور الثانوي، كما حددت الوزارة كذلك درس الطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال كدرس افتتاحي لتلاميذ الطورين الابتدائي والمتوسط. في رأيك سيد صالح، لماذا هذين الموضوعين بالضبط؟ اولا توكيلي اوجه تهاني كل تهاني لكل ابنائنا التلاميذ عبر ربوع الوطن. 11 مليون تلميذ هذا انجاز من انجازات الجزائر التي اقرت منذ استقلالها ومنذ استرجاع السياده الوطنيه على انه يكون تعليم مجاني ويكون حق مكتسب لكل ابناء الجزائر. والحمد لله اليوم اللي بعد اكثر من 60 سنه من الاستقلال نشهد انه مدارسنا تستوعب 11 مليون تلميذ، هذا العدد المهول، هذا العدد المؤسسات كذلك كبير جدا المترامي والمتناصر عبر كل بلديات وكل مداشر وكل قرى الجزائر. كذلك لا يفوتني ان اوجه التهاني والتمنيات بالتوفيق والسداد والنجاح في تأدية مهام لكل الاسره التربويه، لكل عمال قطاع التربيه من اساتذه واداريين وعمال مهنيين. واذا تكلمنا على الاختيارات الدروس الافتتاحيه فالاكيد انها تكون تنبع او من غايات واهداف المنظومه التربويه الجزائريه اللي هي دائما تسعى الى تكوين المواطن الصالح الذي مشبع بقيم الجزائر وبهويه عناصر هويتها ومرتبط بمرجعياتها وتاريخها، وكذلك معزز فيه التلاحم والتضامن الداخلي وتقويه الجبهه الداخليه، وفي نفس الوقت نجعله مواكبا للتطور التكنولوجي وتواقا الى المزيد من التفتح على يعني التطور العلمي العالمي. إذا من هذا الباب يتم اختيار هذه المواضيع الافتتاحيه حتى نزرع في ابنائنا قلت في نفس الوقت التمسك بالعناصر الهويه وبظروفنا وبناء فيه الشخصيه الوطنيه، وفي نفس الوقت نزرع فيه حبه للعلم والتعلم والتفتح والتطور التكنولوجي. اذا هذا هو الاسباب اللي تخلينا اننا نختار هذين الموضوعين في بدايه السنه الدراسيه 2023-2024، نتمنى انها تكون سنه نجاح وسنه نقطه أخرى. أخرى سيد صالح، كذلك هذا العام كان فيه توجيهات بيداغوجية وهيكلية لضمان سيرورة حسنة وتذليل كذلك العقبات أمام التلاميذ للموسم الدراسي 2023-2024. برأيكم أو كيف تقيمون الدخول المدرسي لهذا الموسم خاصة أنه كانت فيه إجراءات جديدة؟ أكيد هو المنظومة التربوية كل سنة يعني تشهد تغييرات وتشهد مستجدات، وإذا لاحظنا أنه في السنوات الأخيرة يعني يكون هناك تراكم قرارات كثيرة وقرارات جريئة لصالح التربية ولصالح كل عمال قطاع التربية ولصالح أبنائنا، طبعا يأتي هذا الموسم الدراسي 2023-2024 حتى نستكمل فيه الكثير من قضايا او الكثير من القضايا سواء البيداغوجيه او التنظيميه التي تخص قطاع التربيه وتخص منظومتنا التربويه. هناك قلت قرارات سابقه ويتم توسيعها او يتم تدعيمها بقرارات جديده، مثلا اذا كانت السنه الماضيه كانت ادراج اللغه الانجليزيه في الطور الابتدائي وفي هذه تنصيبها في السنه الثالثه ابتدائي، نعرف هذا الموسم الدراسي تنصيبها في السنه الرابعه ابتدائي، نعرف كذلك كانت السنه الماضيه كان بدايه العمل باللوحات الالكترونيه كذلك في نفس القرار يتم توسيعه على الكثير من مؤسساتنا الابتدائيه في هذه السنه.
هناك الكثير من القرارات. صحيح كذلك، دعني فقط أعقب على كلامك سيد صالح جغلول، كان هناك كذلك إدراج اللغة الإنجليزية وكذا التربية المرورية في الطورين الابتدائي والمتوسط. كذلك نقل وزير التربية أشار إلى أنه سيكون هناك 7 تخصصات في البكالوريا. ما أهمية هذه الإجراءات المتخذة في هذا القطاع؟ ونشرنا إلى أنه هناك تطور في المنظومات التربوية العالمية وفي سرعة كبيرة ومهولة في العلوم والتكنولوجيا، وجب على المنظومة التربوية أن تواكب هذا التطور وأن تسعى في نفس اللحظة يعني تمسك بها في مرجعياتنا وامورنا الثابته والهويه. كذلك يجب علينا اننا نتفتح على هذه اللغات ونتفتح على كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا وكل ما من شانه خدمه ابنائنا وخدمه تكوينهم والنجاح في بناء شخصياتهم العلميه وانهم يكونوا رجال الجزائر ان شاء الله في المستقبل. لما نتكلموا على اللغه الانجليزيه والتربيه المروريه فكلها هي تحسينات في مناهجنا وفي برامجنا اللي لازم تكون دوريا. لما نتكلم كذلك على شعب البلدات الجديده، نحن نعلم انه في السنه الماضيه تم افتتاح اول ثانويه للفنون في الجزائر العاصمه وهي ثانويه التعليم العاشي اللي كانت هذه التخصصات الشعبات كانت شعبات جديده والان هي مدرسه وطنيه. نتمنى انها تعم ولايات الوطن وتولي شعبه متاحه لكل الراغبين ابنائنا في هذه التخصصات. الأكيد قلت أنه هذه الشعب الجديدة ستفتح الآفاق أمام أبنائنا في التخصص من ثانوي، ونسعى إلى الأحسن ونسعى إلى الأكثر ونطمح إلى أنه نوصل أنه تكون هناك بكالوريا حتى مهنية يعني في الجزائر، أي أن يتاح الفرصة أمام كل أبناء الجزائر أنهم يتخصصوا في التخصصات الراغبين فيها، التخصصات اللي ينجحوا فيها واللي يلقوا أنفسهم قادرين على استيعاب أكبر قدر من المعلومات ومن النجاح المستقبل إن شاء الله. سيد صالح كذلك لاحظنا أنه هذا العام كان في إجراء جديد ألا وهو إجراء تبليغ الأولياء عبر نصوص قصيرة حول تغيب التلاميذ أو أي ربما شيء طارئ أو مستعجل قد يكون في المدرسة. في رأيكم كيف سيحسن هذا من جودة التعليم وكيف سيضبط كذلك سلوك التلاميذ في المدرسة؟ أكيد هذا التطور وهذه المستجدات في العلاقة بين الولي وبين المدرسة وبين المؤسسة التربوية، لأن نحن نعلم أن الجماعة التربوية تكون من كل العاملين في قطاع التربية زائد حتى الأولياء. سيد صالح ابقى معي الآن، مشاهدينا يرفع على مسامعنا أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة.